العضله الاماميه، ومفروض هيخضع لاشعه رنين مغناطيسي عشان نعرف كمان يا كريم الوضع في الفتره اللي جايه، هل هيبقى فيه غياب ولا لا، يعني ربنا يقومه بالسلامه. بس حقيقي خير. يعني حاجه محترمه جدا. ويمكن كمان امبارح كلنا تابعنا المؤتمر الصحفي اللي تلا الماتش، وفايلر كان ليه اكتر من تصريح يعني رائع، وكان ليه تصريح شديد اللهجه شويه كان موجهه للجماهير، كان بيقول يعني ما فيش حد بيكسب كل الماتشات، واللي بيكسب كل الماتشات ده بس في البلاي ستيشن، فاحنا دايما عايزين دي حقيقه بصراحه، لكن احنا دايما ودي الروح اللي موجوده عندنا، احنا كلنا في ظهر الاهلي زي ما قلنا على الحلوه وعلى المره. بس يعني هو امبارح كان ليه كذا لقطه حتى في سياق المباراه كان قالب وشه، ودي حاجه ما بتتكررش معاه كتير يعني. أوه. في يعني امبارح حتى في لقطه كده معينه كان بيتنرفز فيها بشكل صريح، ودي فعلا لحظات نادره على ريني فايلر، دايما هادي وعاده بيكون مبتسم يعني مبتسم، لكن امبارح يمكن في اللقطه اللي كان فيها تكرار لوقوع اللعيب المصري بالذات في الشوط الاول، لو انت خدت بالك من الحته احنا كلنا دمنا اتحرق بصراحه يعني الشوطين اللي راح دول. طبعا الحكم امين عمر، بس يعني احنا كلنا دمنا اتحرق، ولان كان في كده غضب او في رفض شويه لفكره الغاء الشوطين يعني. بس على كل حال طبعا مباراه كانت محترمه جدا ومباراه اسعدتنا جميعا. نروح بقى مع حضراتكم بعد كده لفريق شباب